أروح للمدارس، أباوع للطبقة التعليمية، أباوع للمعلمين. الله أكبر، مديرة مدرسة قاعدة في تجاوز، أباوع معلم ده يجي من مدينة البصرة، يجي من مركز البصرة يدرس هنا بالفاو، يبات بحسينية. ليش هذا الإهمال للمدارس؟ ليش هذا الإهمال للكوادر التعليمية؟ قليل هو المعلم، يصفه الأديب يقول كاد المعلم أن يكون رسولا. عجيب، الطبيب يتخرج على يد المعلم، السياسي والمسؤول يتخرج على يد المعلم، طالب العلوم الدينية ورجل الدين يتخرج على يد المعلم، الحرفي يتخرج على يد المعلم، الضابط يتخرج على يد المعلم. ما تجد أي شريحة من شرائح المجتمع إلا ومن يخرجها، من يربيها، من يعلمها؟ المعلم. تليها هذا وضع المعلمين، روح شابت. والله من شفتهم روح شابت، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا احنا سايرين إلى الدمار. صفوف مهدمة، صفوف منقرة، صبورات ماكو، قرطاسية ماكو، دفاتر ماكو، رعاية للطالب ماكو، رعاية للمدرس ماكو، رعاية للكوادر التدريسية ماكو. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا اللهم أنه نرجع نهتم بحجر الأساس لبناء البلد. شنو حجر الأساس؟